طاب اوقاتكم مشاهدي الكرام، اهلا بكم في صوت اليمن. من جديد تجبرنا مواقف الامم المتحده في اليمن على وضع العشرات من علامات الاستفهام. كل يوم نكتشف شيئا جديدا، واليوم نحن على موعد مع ملف الحديده الذي يثبت فشل الامم المتحده في تحريكه واكتفائها باجراءات شكليه تبدو على السطح جيده، لكن واقع الامر مؤلم جدا ويؤكد على فشلها. حيث ستطرح الأمم المتحدة خطة جديدة لسحب القوات من مدينة الحديدة عقب محادثات مع الحكومة أو بين الحكومة والحوثيين، بحسب ما أفاد المبعوث الدولي مارتن غريفيث. وقال غريفيث عقب مناقشات بناءة مع الجانبين تم إحراز تقدم باتجاه التوصل إلى اتفاق لتطبيق المرحلة الأولى من عمليات الانسحاب طبقا لاتفاق الحديدة، وأنه سيتم تقديم التفاصيل العملياتية إلى الأطراف في لجنة التنسيق للمصادقة عليها قريبا. لكن لم يكشف هذا البيان عن تاريخ بدء الانسحاب، وقال غريفيث أنه يتطلع إلى المصادقة السريعة على الخطة، معربا عن أمله في أن يمهد الاتفاق الطريق لتسوية سياسية أوسع لإنهاء الحرب. هذا كلام، لكن الواقع أمر آخر. ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن دبلوماسيين في الأمم المتحدة، فإن الحوثيين يرفضون الانسحاب من مينائي الصليف ورأس عيسى على النحو المتفق عليه كجزء من المرحلة الأولى. مبعوث الأمم المتحدة يقول أن كل شيء تمام المبعوث، وتمام الأمم المتحدة شيء والواقع شيء آخر. الواقع يقول أن خبراء إيرانيين يتولون تدريب العناصر الحوثية في منطقة اللحية بمحافظة الحديدة، ويدربونهم على استهداف السفن وتفخيخ خطوط الملاحة الدولية. هذا هو الواقع، هذا ما يحدث في الحديدة اليوم، والذي يتم في ظل فشل الأمم المتحدة، والتي يقول مبعوثها كل شيء تمام. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبدو مجلي قال لصحيفة عكاظ أن لديه معلومات عن وجود خبراء إيرانيين يدربون ميليشيا الحوثي على عمليات الاستهداف والتفخيخ من خلال عدد من الزوارق البحرية ذاتية الدفع على ساحل مديرية اللحية شمال الحديدة، وأنه بناء على هذه المعلومات فإن التدريبات تجري بالقرب من جزيرتي تلاوين والملك ومنطقة خور العلوي التي تتخذ الميليشيا من مزارعها مخابئ للأسلحة ومعسكرات التدريب. لكن الأمم المتحدة ترى أن كل شيء تمام وأن الأمور جيدة. هناك تحذيرات تصل للسفن التجارية التي تمر في الملاحة الدولية من خطورة هذه الخطوة، ومطالبات بتوخي الحيطة والحذر، خصوصا وأن مثل هذه التحركات تنذر بكارثة إرهابية تخطط لها هذه الميليشيا. لكن الأمم المتحدة التي فشلت في إدارة ملف الحديدة لا ترى في الأمر صعوبة، بالعكس تقول كل شيء تمام. وناطق القوات المسلحة يقول أن الجيش يأخذ تهديدات الميليشيا للسعودية والإمارات على محمل الجد، خصوصا وأنها استهدفت من قبل مناطق في المملكة العربية السعودية، وكذلك في المناطق المحررة بصواريخ بالستية، وحتى في حجور استخدمت صواريخ بالستية. وهذه التهديدات تدل على استمرار إيران في تهريب الأسلحة للميليشيا عبر موانى الصليف ورأس عيسى وميناء الحديدة، التي يرفض الحوثيين تسليمها وإخضاعها للرقابة وتنفيذ الاتفاق السويد. طبعا الاستمرار التهديدات معناه أنه لا توجد أي نوايا للسلام ولا لأي تسوية ولا لأي اتفاقات أو تفاهمات. يعني هناك بحسب ما قال الناطق العميد مجلي، تلك التهديدات هي استفزاز وتحدي واضح لقرارة مجلس الأمن والدول الراعية لاتفاق السويد. وأرجع ذلك إلى صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة الذي أغرى الميليشيا بالتمرد على القرارات الدولية والاستمرار في تهديد الأمن والسلم الدولي. هناك تصريح آخر مشابه للمستشارين أيضا في وزارة الدفاع عن المعسكرات الحديدة التي يتواجد فيها الخبراء الإيرانيون وميليشيا الحشد الشيعي وغير ذلك في منطقة الضحي،
والعرج، وهم مسؤولون عن تدريب ما تسمى الضفادع البشرية وعملية تفخيخ وتوجيه الزوارق وزراعة الألغام البحرية. ربما المعركة القادمة هي معركة بحرية عالم متفرج، لكن لا أدري لماذا يستغرب البعض أو يعتقد البعض أنه الحوثيين هم من يديرون. لا، الأمم المتحدة هي من تدير الأمور، هذا واضح تماما. إذا نأخذ فاصل ومن ثم نبدأ النقاش مع ضيفي هنا في الأستوديو. اهلا بكم مجددا، ورحب بضيفي هنا في الاستوديو ابراهيم مجاهد، رئيس تحرير اخبار اليوم. اهلا بك استاذ ابراهيم. ولا شك ملف الحديده تعرض لعمليه تخدير اليوم، الى ان تسير الاجراءات في هذا الملف. اهلا بكم استاذ المشاهدين اخي عبد الولي. في الحقيقه الامم المتحده كما قلت هي تعمدت تخدير قوات دول التحالف والحكومة الشرعية من خلال تصريحات مغلوطة وتقارير مغلوطة. استمر المبعوث الأممي والموظفين الأمميين في رفع مثل هذه التقارير للمجتمع الدولي، سواء لمجلس الأمن أو الجمعية أو الأمم المتحدة، بأن هناك تقدم وأن هناك تجاوب من قبل الميليشيا الحوثي بأنها ستنفذ اتفاق السويد، في حين أنه كان الشارع اليمني، وقلناها عبر منبر اليمن اليوم، أن هذه الميليشيا لا تلتزم بأي اتفاقات ولا أي تعهدات ولا أي مواثيق. هي وقعت مع أكثر من طرف يمني معاهدات واتفاقات، ولكنها داست عليها جميعا وحكمت البندقية والسلاح، فهي لا تعرف إلا لغة السلاح. الأمم المتحدة هي لم تخدع ولم تراوغ، ولكنها تتواطأ مع ميليشيا الحوثي، كونها تنظر إلى هذه الميليشيا واحدة من الأدوات التي تبتز بها الحكومة اليمنية ودول الخليج. اليوم نحن نتحدث عن فريق أممي موظفوه لا يتجاوزون 300 شخص، يتقاضون خلال 3 أشهر 17 مليون دولار و640 ألف. هذه وهذا بحسب الموازنة المعلنة، وهذه ما أعلن عنه الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش. تخيل أن هذا الموظفين إذا لم يجدوا ملف مثل الحديدة يستمر النزاع فيه، من سيتولى دفع مرتباتهم؟ اليوم هي دول الخليج وحدها التي تتبنى تدعم الأمم المتحدة وتمول مثل هذه الفرق. بعثة الأمم المتحدة أيضا مبعوث يتلقى مبالغ مهولة، ولذلك من مصلحة غريفيث وكبير المرافقين الجنرال مايكل لولي سيغارد أن يستمر هذا العبث وهذا الخداع للمجتمع اليمني والمجتمع الدولي أيضا. الحديدة طلب من الحوثيين وميليشيا الحوثي أن تستمر في المراوغة، وأنها على قدرة في أنها قابلة لأن تنفذ اتفاق السويد وستنسحب، مقابل أن يتم تنسيق موقف دولي من خلال بريطانيا وجهودها وجهود وزير الخارجية البريطاني، كون بريطانيا هي المسؤولة الأولى عن الملف اليمني في مجلس الأمن والأمم المتحدة، وهي الممسكة بالملف اليمني أمام الدول الكبرى. بريطانيا تنسق، تريد أن تعود إلى المنطقة من بوابة الحديدة ومن بوابة اليمن بشكل عام. الحوثي أداة لعودة هذا النفوذ البريطاني في المنطقة، ولذلك بريطانيا والمجتمع والأمم المتحدة حريصة على بقاء ميليشيا الحوثي في 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 الحديدة وفي اليمن كقوة تظل بها تبتز بها دول الخليج وتنازع الحكومة الشرعية على سلطتها. الحكومة الشرعية تراخت في تعاملها مع تقارير المبعوث الأممي ومع مغالطاته، لم تكن حازمة في تعاملها. كان يفترض من أول يوم
تحسم هذا الخلاف. الرئيس الفريق المراقبين السابق باتريك الجنرال باتريك قال أن الاتفاق السويد غامض، لم يفسر من هي القوات المحلية التي ستتولى حماية الحديدة، من هي التي ستؤمن، من هي التي ستدير. والأمم المتحدة تعمدت هذا الغموض في الاتفاق لكي ما يستمر الحوثي يراوغ، تعطيه مساحة من المراوغة أمام المجتمع الدولي وأمام الجميع بأنه القوات المحلية هي التي تتبعه، هي التي تسيطر على الحديدة، وأن على القوات الشرعية أن تنسحب وهي من تتولى إدارة وتأمين الحديدة. هذا الخداع هو مستمر وسيستمر لأنه يمثل مصدر دخل للأمم المتحدة، والحوثيون وإيران من وراءهم إيران يدركون بأن الحديدة هي الرئة الوحيدة التي يتنفس منها الانقلاب اليوم ماديا عسكريا وسياسيا. لم يعد هناك أي منفذ لدى الميليشيا الانقلاب. إيران تستخدم مضيق باب، تهدد باب مضيق باب المندب الذي تمر منه ثلث أو نصف تجارة النفط الخليجية عبر مضيق باب المندب، وهي مسيطرة على مضيق هرمز. ومن هنا ترسل رسائل لدول الخليج بأنها قادرة على استهداف مصالحهم إذا ما استخدمت أمريكا فعلا وأصرت على تنفيذ عقوباتها بشكل صارم. يتم الحديث أن العقوبات أنه لا يتم بيع النفط الإيراني، هذا كلام كله نسمعه في الإعلام، لكن الواقع شيء آخر. إيران تتمكن من بيعه، وبالعكس ترسل شهريا ما قيمته 33 مليون دولار كنفط لميليشيا الحوثي، وبتراخيص من التحالف العربي، وتمثل دعم مباشر لاستمرار الميليشيا في 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 انقلابها ومحاربة اليمنيين. نعم، إذن الخبراء الإيراني متواجدون في أكثر من منطقة، الأول في منطقة الضحية والعرج، والثاني يقع في منطقة برع وهو معسكر تدريبي ومخزن كبير للأسلحة، المعسكر الثالث في منطقة باجل، منطقة عبال يتواجد به معسكر كبير أيضا يستقبل المغرر به من عدد من المحافظات، الرابع في شارع المواصلات داخل مدينة الحديدة، وتوجد غرفة عمليات يديرها إيراني. يعني تم رصد هذه العناصر الإيرانية، لم يعد المسألة خفية، فقط لا يوجد جنود إيراني لكن هناك خبراء إيرانيين وعقول مغسولة في إيران. اليوم الحديث عن مؤامرة كبيرة على ربما أول ما تضرر منها أبناء حجور عندما توقفت الأعمال القتالية في الحديدة تحت دواعي إنسانية. اليوم نتحدث عن حجور التي ربما دفعت ثمن كبير جدا بسبب ما تقوم به الأمم المتحدة من تخدير للجبهات. نعم، كنا دقيقين في الفاظ انتقاء الألفاظ. الأمم المتحدة لم تخدر، ولم إنما خدعت الشعب اليمني وخدعت دول التحالف، خدعت الشرعية. والخبراء الإيرانيون موجودون في اليمن منذ بداية الانقلاب على السلطة في صنعاء في سبتمبر 2014. الخبراء الإيرانيون يدركون بأن كانوا موجودين في ديسمبر 2017 وفي شارع بغداد وفي أحد الفنادق. نعم، إيران تدرك بأن معركتها في اليمن فاصلة ستحدد من نشاطها وتواجدها في المنطقة ككل وليس في اليمن. إيران تدرك بأن اليمن إذا ما تم السيطرة عليها فهي الخنجر القوي الذي يمكن أن تزرعه في خاصرة دول المنطقة والخليج العربي بالذات. نحن نتكلم عن دول نفطية ومن أكبر دول المصدرة للنفط المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج التي هي غنية بالمشتقات النفطية. إيران تدرك بأن اليمن ما تتمتع به من موقع جغرافي وما تتمكن ما تتمتع به من قوة بشرية وكثافة سكانية يمكنها أن تحقق تهديد كبير لخصومها في المنطقة والمجتمع الدولي. من مصلحتها أن تسيطر وأن تبعث هذا الكم من الخبراء. الأمم المتحدة خدعت الشرعية وخدعت الدول التحالف في حين ساقتها إلى تفاوض في ستوكهولم. اليوم إذا ما حصد عددنا نقاط النجاح لاتفاق ستوكهولم كلها حققتها ميليشيا الحوثي.
ميليشيا الحوثي تمكنت من تهريب خبراء إيراني كانوا جرحى، لم تكن الميليشيا تستطيع نقضهم إلى الخارج. ميليشيا الحوثي استطاعت أن تهرب مجموعة من قيادات حزب الله عبر جرحاها في الذين وصلوا إلى عمان. الشرعية لم تتمكن من إخراج ولا شخصية سياسية أو معتقل مدني من سجون الميليشيا. مرتبات الموظفين في الحديدة وهذا صرفت التزمت به الحكومة، ولم تلتزم ميليشيا الحوثي بأي شرط بأي نقطة من نقاط الاتفاق. حصار تعز لا زال مستمر حتى اليوم وتفرضه الميليشيا بقوة، في حين أن الميليشيا حققت نقاط نجاح وانتصارات تمثل لها على أرض الواقع. ولذلك ميليشيا إيران ستستمر بدعم هذه الميليشيا بقوة طالما وأنها أداة تحقق لها مصالحها في المنطقة وتنفذ أجندتها وسياستها. نحن نعرف مدى إمكانيات وميليشيا الحوثي وقدرتهم، هم لا يمثلون شيء، من يدير الملف في حزب الله وإيران، ونحن قلنا هذا منذ البداية. الحوثي هذا مجرد أداة وبندق بيد إيران تستخدمه لقتل الشعب اليمني وتهديد أمن المنطقة والمجتمع الدولي. طيب اليوم الأمر كما تحدثنا أنه صار اللعب الآن على المكشوف، وصار من المهم جدا أن يتم مواجهة هذا التدخل الإيراني في عدد من الدول العربية، لأنه الدائرة الآن بدأت تتسع، هناك تدخلات واضحة في عدد من دول المنطقة. ما الذي ينتظره أو تنتظره الجامعة العربية أو نقول دول المواجهة لإيران، ما الذي تنتظره لإعلان موقف أكثر وضوحا؟ أكون صريح معك أخي عبد الولي مع السادة المشاهدين أنه غياب المشروع الوطني القومي العربي هو ما مكن إيران وأجندتها الفارسية من التواجد بقوة في اليمن وفي المنطقة وتهديد الدول العربية. انشغلت الدول العربية في خلافاتها الداخلية، في حين أن ميليشيا الحوثي وأدواتها وإيران وأدواتها في المنطقة ركزت على العدو بشكل واحد، تعاملت مع كل القوى السياسية التي تخالفها بأنها عدو وتعاملت معه بقوة وبيد من حديد وبقتل بالساحل بكل ما أوتيت من أدوات القوة، في حين أن القوى المناهضة لهذا المشروع تجدها مشتتة لا تتفق، ليس لديها استراتيجية ولا سياسة موحدة، تظل تخضعها لمسألة المصالحها ولتكتيكات آنية ليست خطط استراتيجية. غياب هذه الخطط الاستراتيجية لدى جامعة الدول العربية ولدى الدول المنطقة هو ما شجع إيران وشجع أدواتها في المنطقة على أن تواصل هذه المسيرة الإجرامية وهذا المشروع التدميري في المنطقة وتدمير الهوية العربية الإسلامية من خلال أدواتها، من خلال الميليشيا الطائفية والمذهبية، وأيضا المشاريع الوطنية أيضا غابت على الساحة. نحن نتحدث اليوم عن قوى في مسألة الحديدة، للأسف نأسف بأن كل القوى الحوثي تضع قوتها داخل الحديدة وتتمسك بها بقوة كونها الرئة الوحيدة التي تنفس منها الانقلاب، في حين أن قوى شرعية وبعض القوى الشرعية لا زالت تطرح من سيمسك الحديدة، من سيتولى تأمينها، في يعني قوة شرعية مختلفة فيما بينها لم تتفق على استراتيجية وأجندة موحدة. هذه الخلافات وهذا الغياب للمشروع الوطني والمشروع القومي العربي هو ما مكن إيران من التوغل في المنطقة العربية والعبث بأمننا واستقرارنا وتمزيق دولنا. إذا اسمح لي أرحب بضيفي عبر سكايب عضو مجلس الشورى الشيخ عصام شريم. رحب بك شيخ عصام. مرحبا بك وبضيفك الكريم في الاستوديو، مساء الخير عبد الولي وعلى المشاهدين جميعا. اهلا وسهلا بك. هل يمكن القول بان الامم المتحده تعثرت في ملف الحديده؟ والله في حقيقه في كثير من اطروحات ضيفك الكريم فيها كثير من الدقه واتفق معهم كثيرا فيها. في حقيقه الامر الامم المتحده يعني لم تتعثر في امر طارئ او خارج عن ارادتها. الامم المتحده كما قلنا دائما ونؤكد انها هي لم تاتي من السماء. الامم المتحده
مجموعة من الدول ذات المصالح المتشاركة والمتشعبة في المنطقة، والتي تعمل على إدارة هذه المنظومة الدولية لخدمة هذه المصالح وتوظيفها لتنفيذ أجندتها في المنطقة. الأمم المتحدة يعني فرضت على اليمنيين ما يسمى باتفاق ستوكهولم. ذهب اليمنيون والحكومة اليمنية، ذهبت الحكومة اليمنية إلى ستوكهولم لكي تثبت للعالم أنها تمد يدها للسلام، وأنها تعطي فرصة لنزع سفين الحرب وللذهاب إلى عملية سياسية. لكن ذهب العوثيون إلى ستوكهولم، وهم كل غرضهم من الذهاب إلى السويد هو وقف الحرب فقط، أو وقف تحرير الحديدة بالمعنى الأدق. بقية الأمور لم يكن العوثيين يعني مهتمين بها بدرجة كبيرة. كان الهدف الأساسي لقبولهم الذهاب إلى السويد بعد أن تلكأوا في العبور إلى جنيف وإلى غيرها، بسبب أنهم كانوا يعتقدون أن الميدان أقوى لهم أو أنه لمصلحتهم. لكن عندما رأوا أن معركة الحديدة معركة خسرانة، وأن هناك يعني جهود حقيقية لتحرير الحديدة واستعادتها للدولة، قبلوا بالذهاب إلى السويد وإلى ستوكهولم، وذهبوا على أمل إيقاف تحرير الحديدة وإعادة ترتيب صفوفهم وإعادة بناء المدارس واستخدام التعزيزات العسكرية كما يحدث اليوم. ولم يتم وقف إطلاق النار في الحديدة بالمعنى الحقيقي ولا ليوم واحد، وأنا مسؤول عن كلامي. لم يتم وقف إطلاق النار. الحديدة لا تزال تعاني مديرياتها إما من القصف، إذا كانت من المديريات التي تقع تحت سيطرة التحالف تتعرض للقصف اليومي على مدار الساعة، وإذا كانت من المديريات التي تقع تحت سيطرة الميليشيات فإنها تتعرض بشكل دائم لحالة الحصار المطلق والخانق عليها، والذي لا يسمح بدخول حتى لأبسط الأدوية والعلاجات. إذن نحن والأغذية، نحن نتحدث عن فشل أممي في الحديدة. لكن هل هذا الفشل الأممي جاء خارج إرادة الأمم المتحدة بمحاولات حثيثة لحلحلة الملف اليمني، أم أن الأمم المتحدة عبر من يسيرها من الدول الدائمة العضوية والدول الأعضاء المؤثرة والفاعلة في العالم تخضع لسيطرتهم ولتنفيذ أجنداتهم في المنطقة، وما هي إلا ذراع في الإرادة؟ نعم شيخ حسام، هل نفذت بالمقابل خطة للاستجابة الإنسانية في الحديدة وفقا لما أعلنته الأمم المتحدة بأنه إيقاف المواجهات تحت مبررات الحالة الإنسانية؟ يا أخي كلنا نعلم أن مسألة الحالة الإنسانية هي مسألة، هي شماعة تحاول أن تتعامل بها المنظمات الإنسانية والعراقية من أجل ابتزاز دول التحالف العربي، من أجل ابتزاز دول التحالف العربي ومحاولة الحصول على مزيد من الأموال من الإخوة الأشقاء بالذات في المملكة العربية السعودية، والذين يتولوا عبر مركز الملك سلمان عملية إغاثية كبيرة وتمويل الأنظمة والأنشطة أو البرامج والأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية عبر ضخ مليارات أو ملايين الدولارات، مئات الملايين من الدولارات التي تضخ لهذه المنظمات الأممية لكي تعمل على تلافي آثار الحرب بالمنطلق الإنساني، وكإثبات من قبل أشقة أن المملكة العربية السعودية لم تأتي لكي تدمر اليمن واليمنيين، بل جاءت لتعين اليمنيين من أجل الخلاص من هذه العصابة والطغمة الفاسدة الخارجية. أبقى معي. المرتبات البعثة الدولية التي تستلم 18 مليون دولار في ثلاثة أشهر على مركب على وهي على ظهر سفينة في عرض البحر، هذا دليل. ومن سيدفع الأموال؟ تدفع الدول العربية التي تتبنى القضية والملف اليمني. نعم. أبقى معي. أبقى معي شيخ عصام، سأعود إليك ونكمل الحديث. عود إبراهيم، يعني عندما نتحدث اليوم عن سحب القوات الأممية أو الموظفين الأمميين من الحديدة، يعني ما الذي يعني هذا؟
لن يحصل أي تواجد أصلا حتى يتم الانسحاب. هم موجودين على ظهر سفينة يتقاضون مرتباتهم، لم ينزلوا على الأرض كما قيل أو كما هي الخطة التي أعددها مايكل ليزغيرد. ما هو موجود تلويح بأنه ستنسحب القوات الأممية وأن المواجهات ستعود. البعثة الأممية وبريطانيا أعطت إيران وأعطت ميليشيا الحوثي عهد بأن المعارك الحديدة لن تتجدد وأنها ستناضل وستعمل بقوة بكل ما أوتيت من أدوات بإيقاف معركة الحديدة، وهي جاءت لهذا الهدف بالأساس، بقاء سيطرة الحديدة في أيدي ميليشيا الحوثي وإيران من ورائهم. عندما نقول انسحاب للقوات، الميليشيا الحوثي لا زالت ترفض تنفيذ الخطة التي هي تشرع تواجدها في محافظة الحديدة، ومع ذلك رفضت أي تواجد أو أي انسحاب من الموانئ رأس عيسى أو ميناء الصليف أو ميناء الحديدة الاستراتيجي. الميليشيا لوليساغيرد تعرض لأكثر من مرة للاعتداءات وموكبه، مقر لجنة إعادة الانتشار استهدف أكثر من مرة من قبل ميليشيا الحوثي، ولم يصدر أي موقف من هذه البعثة، ولم يصدر أي تقرير من المبعوث الأممي، ولا زالت هناك تغطية ومغالطة بأنه يتم الحديث. إذا كان المبعوث الأممي يتحدث أمس عن أن هناك تقدم وأنها لديها خطة جديدة تسعى لوضعها في الأيام القادمة، يخرج محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى باللجنة الثورية ويقول نحن لن نفرط في الحديدة، وأن الحكومة أو من سماهم العدوان أو من أنهم لديهم تفسير هذا كلام خاطئ. للتصدير هذا هو كلام للاستهلاك الإعلامي، ولكن ما مدى قوة التحالف هنا والشرعية بفرض أجندتها والسماح للقوات التي كانت لا تبتعد عن ميناء الحديدة عن 4 إلى 5 كيلومتر، كانت القوات الموجودة القوات المشتركة والعمالقة على مقربة من السيطرة على ميناء الحديدة ومدينة الحديدة، وستقطع هذه الرئة التي لا زال الانقلاب يتنفس منها في جميع اليمن. لذلك بريطانيا والمبعوث الأممي حريصين على إبقاء الحديدة في هذا في يد الميليشيا. شيخ عصام، 17 مليون دولار ستقضاها البعثة الأمم المتحدة شهريا بحسب الموازنة التي أعلن عنها من الأمم المتحدة، ربما هذا المبلغ لا يحصل عليه الشعب اليمني بأكمله. تعليقك. الله تكملش الحرب يا أستاذ عبد الوليد. ما دام الجماعة مبسوطين وفي دولارات بدك تشاهد، ما لا بيتوسطوا ولا ينزلوا من ظهر السفينة. القضية اليوم أو يمكن أمس منعوا حتى الرئيس لجنة الأمم المتحدة من الوصول إلى ميناء رأس عيسى، وكما ذكر ضيفك الكريم محمد الحوثي صرح أنه لا يمكن أن يتم السماح بإدارة الحديدة حتى لو انسحبت قواتهم منها. يعني معنى ذلك أنه هذه مواقف من شخصيات مسؤولة، يعني يفترض أن تأخذها الأمم المتحدة ما أخذ الجذب. لكن يعني لا ندري ما هو السر لهذا التماهي الذي دائما ننجد به، لكن باعتقادي أنه اليوم الحكومة يعني عبر الناطق الرسمي يعني أصدرت موقف إن شاء الله يكون بداية الخلاص. و ايضا هناك يعني يبدو ان هناك بدايه لصحوه في الاتجاه الصحيح. ايضا هناك اليوم يعني صدر قرار جمهوري بتعيين الاستاذ حافظ فاخر محياد محافظ البنك المركزي على طريق يعني اصلاحات معينه، وهذا قرار يعني مبارك ونباركه سواء للاخ الاستاذ حافظ محياد او للقياده السياسيه. يعني نتمنى ان نبدا طالما وقد افرغنا ايدينا من او يعني يئسنا من الادوات السياسيه او استخدمنا كل الكروت السلميه والوسائل التي تثبت للتاريخ وللعالم والانسانيه اننا دعاة سلام، لم يتبقى بايدينا الا ان نترك العنان لرجال الميدان وان تاخذوا البندقيه يعني مكانها الطبيعي، وأن تنطلق القوات المقاومة المشتركة والمقاومة السهامية والعمالقة، وأن ينطلقوا
لاجتثاث هذه الإصابة كما كان مجمع على اجتثاثها قبل أن تنقذها بريطانيا العظمى وأمريكا التي ينادون بموتها صباحا ليلا ولا يقتلون إلا اليمنيين. إذن دور الأمم المتحدة محور التقرير الذي سنشاهده سويا، تابعوا ثم نعود للنقاش. لم تعد تبذل الأمم المتحدة مزيدا من الجهد لتحريك وحلحلة ملف الحديدة وتنفيذ بنود اتفاق السويد أو لوضع حد للخروقات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية واستمرار انتهاكاتها ضد المدنيين. الأمم المتحدة ومبعوثة مارتن جريفيث لم يعد يعملون بوتيرة متصاعدة فحسب، ولكن بعاطفة نحو الميليشيات الحوثية في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين من الأزمات التي تبدو مستعصية على الحل. وفي الوقت الذي تقف فيها الهيئة الأممية التي يتمثل دورها في التوسط لحل تلك المشكلات والأزمات عاجزة تماما عن القيام بدورها في حل مشكلة اليمن بشكل عام والحديدة بشكل خاص. الأمم المتحدة لم تعد تملك صنع القرار في اليمن بسبب فرض هيمنة قوى دولية، وعلاوة على ذلك لم تثمر الرحلات المكوكية والدبلوماسية المكالمات الهاتفية السريعة للأمين العام للأمم المتحدة مع مبعوثه الخاص مارتن جريفيث النتائج ملموسة حتى الآن، حيث أصبح المبعوث غير فعال لمنظمة دولية غير فعالة، وباتت التصريحات المناسباتية مثل الضوضاء الغامضة التي لا يلتفت إليها الناس بأي اهتمام. جمود وعجز الأمم المتحدة تبدو عقيمة لأن الدول الأعضاء غير متعاونة على الإطلاق مع بعضها البعض، فالأمم المتحدة عبارة عن كتلة من الأجزاء، وعندما تعمل هذه الأجزاء ضد بعضها البعض فأن النتيجة الحتمية ستكون موجعة للشعوب المنكوبة. مراقبون يرون أن الأمم المتحدة تعاني من انقسامات دبلوماسية، وهذا ما يجعل من تنفيذ بنود اتفاق السويد مضني، والتوصل إلى قرار يمنع الميليشيات الحوثية من الاستمرار في تعنتها وسطوتها ووقف هرولتها نحو هاوية العنف. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. إذن ما الذي تبقى من اتفاق السويد؟ لم يعد في اتفاق السويد أي شيء أخي عبد الولي. ما أردت الإشارة إليه في حديث الشيخ عصام الشريم بأن تصريحات محمد علي الحوثي بأنهم سينسحبون لكنهم لن يتخلوا عن الحديدة، أود الإشارة هنا إلى أن القصد به أنه تم الدفع بمئات أو الآلاف من ميليشيا الحوثي بلباس مدني، تم استئجار عديد من البنايات والعمائر والمساكن والتواجد في المنازل التي تم إخلاءها بفعل المواجهات التي كانت قبل اتفاق ستوكهولم، وتواجدوا تم زرع مئات من العناصر في بعض المحلات وبعض الأشغال وبعض الأعمال الموجودة داخل مدينة الحديدة بلباس مدني، وهي جميعها عناصر موجودة، أسلحة تم تكديسها في كثير من المعسكرات والمناطق والأراضي التابعة للدولة وبعض المؤسسات وبعض الأشخاص. هنا تتخذ الميليشيا خطوة استباقية لاتخاذ أي احتمالات لمواجهة قادمة واتخاذ المدينة حرب عصابات داخل المدينة، وقامت أيضا حسب المعلومات بزرع نصبت مدافع وأيضا صواريخ مضادة للدروع. الحالة العاطفية التي أشار إليها في التقرير للقناة الموجودة بين الأمم المتحدة ومبعوثها والميليشيا الحوثي يبدو أن الشرعية تنبهت مؤخرا للأسف الشديد لهذا التماهي والعاطفة الموجودة بين الميليشيا والأمم المتحدة، وناقشت في الاجتماع الأخير الذي ضم رئيس الجمهورية ونائبه مع هيئة مستشاريه بأنه تم الطرح بأن التواجد الأممي في الحديدة وكذا مواقفها في الحديدة تأتي في سياق تماهي وتعاطف وانسياق وراء المشروع الإيراني في المنطقة. اتفاق ستوكهولم قلناها منذ البداية بأنه خدعة جديدة للتحالف وللقوات الشرعية ولليمنيين ككل من خلال إعطاء الميليشيا الحوثي فرصة لإعادة ترتيب صفوفها
لوقف وضمان عدم تحريك القوات الشرعية في الوصول إلى ميناء الحديدة ومدينة الحديدة، إعطاء الميليشيا مدة من الوقت لاستخدام صواريخ واستخدام أسلحة جديدة. اليوم ميليشيا الحوثي وإن كان للاستهلاك الإعلامي، ولكن علينا أخذها بجدية عندما تقول بأنها استخدمت أو أدخلت منظومة جديدة من الطيران المسير. هي لم تصنع ولم هي جاءت من إيران، لأن الإعلان الذي أعلن عنه ميليشيا الحوثي هو بعد أسبوع من إعلان إيران في مناوراتها الأخيرة التي أجرتها بأن لديها طراز جديد من الطيران المسير، طائرة بدون طيار. وعلى هذا الإعلان حصلت الميليشيا الحوثي جزء من هذه الطائرات المسيرة، وتستخدمها في حربها ضد اليمنيين وضد قوات التحالف. أعود لك الشيخ عصام. الشيخ عصام متواجد في السويد، وأسألك هل تتوقع نسخة أخرى من اجتماعات أو جولة جديدة في السويد بين الطرفين؟ يعني إذا كنا حتى الآن لم تنفذ المرحلة أو الجزء الأول من المرحلة الأولى، البند الأول من لا أعتقد أن السويدين سيكرروا استضافة أي مشاورة تحتاج مع باعتبار أنهم أن تعلم أن كثير من الدول في أوروبا وبالذات في السويد تتعاملوا بنوع من العاطفة، حتى أن البعض هنا يأتي ليبارك لك أنه مبروك أن قضيتكم في يمنين تم حلها في السويد وكذا، وتتساءل كيف أخبرك أنه طالما والجماعة يعني كانوا يأخذون بعضهم بالأحضان ويبتسمون لبعضهم أن الموضوع حلو وكذا. فالناس هنا يعتقدوا أن الموضوع انتهى بمجرد أن الناس يعني أخذوا بعضهم بالأحضان، لا يعلموا أن لدينا مجموعة من الناس أتوا من كوكب آخر. يعني لا نعتقد أن هؤلاء بشر، لذلك لا أعتقد أن السويديين سيكرروا هذه التجربة. هذه نقطة. النقطة الثانية، الحكومة اليمنية كررت وأكدت على لسان أكثر من مسؤول ومن ضمنهم حتى رئيس الجمهورية أنه لا حوار ولا يمكن أن يتم عقد أي جولة قادمة ما لم يتم وضع إثبات السويد موضع التنفيذ على الأرض. كذلك الأمين العام للأمم المتحدة في أحد الاتصالات مع وزير الخارجية خالد اليماني أكد له أن لا يمكن الذهاب إلى أي محادثات أو حوار قادم ما لم يتم وضع اتفاق السويد موضع التنفيذ. نحن أمام معضلة حقيقية، يعني خذها مني أخي عبد الوليد باختصار، السيف أصدق أنباء من ستوكهولم إذا لم نتحرك في الميدان. لكن هل تتوقع أن عودة الحسم أو مشروع الحسم العسكري مجددا، أم أن الحوثيين هم من سيبادرون بهذا بالمواجهة العسكرية؟ الحوثيين يكتشفون مواقع القوات المشتركة والمقاومة والجيش الوطني منذ أشهر، أكثر من 110 أيام تقريبا على اتفاق ستوكهولم، وهم لا زالوا يكتشفون ويكتشفون المجمعات الصناعية التي تواجد فيها الجيش. لكن بمجرد أن وتقف الولاية العمالقة والمقاومة المشتركة والمقاومة الثانية تقف في موقف الدفاع عن النفس، لكن تأكد إذا صدر قرار سياسي بتحريك المعركة وتحركت هذه الألوية على الميدان وبدأت تهاجم، تأكد أنه ستسمع العويل والنواح والصياح وستسمع البيانات من الأمم المتحدة ومن غيرها، وكأنه أول مرة يقع قصف من بعد وقف إطلاق النار. بين قوسين ما يدعوا أنه وقف إطلاق النار، أنا أقول لك لم يتم وقف إطلاق النار على الإطلاق، لكن مجرد أن تتحرك آلة عسكرية حقيقية للهجوم على هذه الإصابة وتأديبها كما ينبغي، ستجد أن الأصوات تتعالى وتبدأ المعاناة الإنسانية، وستتحرك يعني ليزا جراندي وتتحرك غيرها ومدير البرنامج الغذاء العالمي. طيب ماذا عملوا عندما تركت يعني أغذية 3 مليون بني آدم تأكلها الدود في مطاحن بحر أحمر، ومنعهم المنظمات الدولية من الوصول إليها حتى أصبحت تالفة، وما أن وصلوا إليها حتى أطبق عليهم الصمت ولم نسمع حديث أياً من هؤلاء الناس يعني حول ما قاموا به الحوثيين، رغم أن هذه الجهات الدولية أشارت
بصريح العبارة أن من يعرقل وصول البعثة الأممية إلى مطعم بعد أحمرهم الحوثيون. إذن بعدما وصلوا ووجدوا أن هذه القضية قد تلفت، ومع العلم أن هذه القضية من يدفع ثمن معظمها هم الدول التي بين قوسين يسمونهم عدوانا. إذن هذه الدول التي تلومونها أو تسمونها دول معتدية وهي تعين الشعب اليمني تدفع قيمة هذه الأغذية في الوقت التي يحرم منها الحوثيون اليمنيين ولا يسمحون لهذه المنظمات بتوجيهها. نعم، ابقى معي. واضحة. لا تحتاج إلى تحليل سياسي. ابقى معي شيخ حسام. بحاجة إلى تحريك الميدان من أجل أشوف أقول لك كلمة أخيرة. نعم. الأمم المتحدة والعالم لا يعترفوا إلا بالأمر الواقع. صحيح. لا يعترفوا إلا بالقوة. أبقى معي شيخ عصام. إبراهيم، تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر هل سيكون سببا في زيادة الضغوط على الحوثيين من أجل الانخراط في عملية سلام حقيقية؟ المعطيات التي واردة أمامي بأنها لن تكون بمثابة وسيلة لممارسة الضغوط على ميليشيا الحوثي قدر ما ستكون إيجاد لاعبين جدد للتدخل في اليمن. قد تظهر روسيا، قد تظهر إلى جانب إيران قوى أخرى تتدخل في الملف اليمني عسكريا أو لوجستيا لدعم الميليشيا ومع دعم إيران من خلال تواجد عرض البحر بدواعي تأمين الملاحة أو الملاحة البحرية. سبق قلت لك أخي عبد الولي، إيران حريصة كل الحرص على أن تتواجد في المياه الإقليمية اليمنية عبر هذه الميليشيا لتهديد التجارة العالمية لتهديد الملاحة الدولية، كيما تجبر القوى الدولية لتنفيذ ملفها ما تم الاتفاق عليه في ملفها النووي لكي يسمح لها بالسيطرة على منابع النفط في العراق وفي والتواجد في الاستمرار من التواجد في سوريا وتهديد أمن المنطقة. بعض القوى الدولية الغربية ترى في إيران أيضا حليف استراتيجي وإن لم يتم الإعلان عنه، ولكنه يتم التعامل بهذا الأمر بأنها حليف وأنها حريصة على بقاء هذا التحالف معها ولو سرا من خلال، وهذا انكشف عندما تم التوقيع على الاتفاق النووي. الملاحة الدولية مهددة من قبل ميليشيا الحوثي، ومع ذلك الأمم المتحدة التي تحركها قوى دولية حريصة كل الحرص أن لا تنهي سيطرة ميليشيا الحوثية في الحديدة ولا إنهاء الانقلاب. هذا يوصل رسائل قوية للدول التحالف العربي والدول العظمى التي تقول أنها حريصة على أمن الملاحة الدولية بأن بريطانيا والأمم المتحدة تعبث بملفها. شيخ عصام، ثلاثة أو أربعة معسكرات الآن تتواجد وتتكاثر في الحديدة لتدريب واستقبال المقاتلين في صفوف الحوثي بعد تواجد فرق الأمم المتحدة و قوات إعادة الانتشار، تفسيركم؟ دعني أختلف مع ضيفك الكريم فيما يتعلق بأنه باحتمالية تدخل أطراف أخرى عسكرية في ملف اليمن. هذا الكلام يوجد نظري يعني أمر مستبعد. اليمن ليست سوريا، يعني هناك حسابات كبيرة يعني بالنسبة للإيرانيين هم يريدون أن يسيطروا على اليمن طبعا من أجل السعودية ومن أجل أن يسيطروا السعودية والمنطقة ومن أجل حسابات كبيرة، ويعتبروا أن هذه القوى الشيعية الناشئة أو ما يسمون بشيعة الشوارع أنهم ممكن يستخدمون كعصا غليظة من أجل هددوهم أمن المنطقة أو يكونوا عسكر عند الشيعة أصحاب الكرفسات الراكية في لبنان. لكن الأمر يختلف. المملكة العربية السعودية دولة لها وزنها الإقليمي والدولي اقتصاديا وأصبحت لها قوة عسكرية لا يستهان بها، لا في حسابات حتى على مستوى العالم الإسلامي. المملكة العربية السعودية يعني صنفت أخيرا من ضمن أقوى الدول في العالم أو عشر دول في العالم. هذه الحسابات أيضا حتى الروس وغيرهم الآن تربطهم بالسعوديين علاقات وصفقات كبيرة حتى على مستوى البرامج النووية. هذه القضايا تجعل من المستبعد أن تقحم يعني روسيا أو غيرها في عمل عسكري في اليمن. لكن كل ما يتم هو تطويل
عملية استمرار الحرب، عملية استنزاف أكثر من المملكة العربية السعودية، الابتزاز المالي. طيب. عودة إلى السؤال، انتشار معسكرات التدريب وتوسع نشاطها، تدريب واستقبال كل ذلك ذوبة في فنجان. إذا أرادت الدول التحالف، فهناك قرار عسكري وشارجي استراتيجي بتعريف لله تلقيت الأمر لرجال في الميدان وسيحكم الامر. طيب. في ما مصلحه التحالف في ارجاء الحسم؟ ماذا؟ ما مصلحه التحالف في ارجاء الحسم او تاخيره؟ ليست التحالف مصلحه، استفاد يا اخي ضغوطات اقليميه ودوليه، التحالف يتعرض لضغوطات دوليه كبيره كما اعلم، هناك ابتزاز كبير على الصحابي، هناك تهديد بملفات إنسانية وجرائم حرب وغيرها، هناك تلويح، هذه الدول تتعامل بتبادل أدوار، يعني مثلا يحرك البيت الأبيض ووزير الخارجية يصرح أنه مع دعم التحالف ويدفع بالأكثرية في الكونغرس ولا مجلس الشيوخ للوقوف ضد التحالف، وأيضا المنظمات الإنسانية وغيرها والعاملين في مجال حقوق الإنسان والهيومن وغيرها، يعني هذه كلها من أجل إطالة أمد الأزمة والحرب من أجل مزيد من الابتزاز المادي والاقتصادي. العالم لا يعترف اليوم إلا بلغة المصالح، وللأسف الشديد لم نستطع نحن لا كسلطة قائمة ولا كسلطة يعني سابقة لم نستطع أن ننسج يعني علاقات دبلوماسية. نعم شيخ حسام، كنا نتعامل يعني نتعامل بطبيعتنا اليمنية البسيطة، يعني باننا مع القضايا القومية والعروبية، ولم نتعامل كبعض الأنظمة العربية التي فضلت الدولة القطرية على القضايا القومية والإسلامية. نعم. وتركت القضية الفلسطينية او غيرها. نعم. يعني ظل النظام السابق او الكائن يتمسك بقضايا قومية، يعني جعلنا نشكل بشكل او باخر في المنطقة يعني من نعم. شيخ حسام ابقى معي، اعود لك ابراهيم. والبعض يقول انه الامم المتحده تقف موقف المتفرج، هل الامم المتحده وسيط نزيه او متفرج ام لاعب اساسي في اللعبه؟ اثبتت الواقع ان الامم المتحده ليست وسيط نزيه، وانها تتعاون مع ميليشيا الحوثي من خلال ما أثبت. هل هي يعني خلينا نتحدث بشكل أكثر دقة، هل هي تتعاون مع ميليشيا الحوثي بهذا الشكل تعاطفا؟ ليس متعاطف، وإنما من منطلق إدارة مصالح الدول العظمى من خلال تم إطالة أمد الحرب في اليمن. نعم. تحقيق أكبر مبيعات لهذه الدول من الأسلحة، ابتزاز دول الخليج والمملكة العربية السعودية في مقدمة التي بذلت مع اليمنيين كل ما تمتلك من يعني من مقومات من مال من سلاح من رجال، بذلت الجهد. إيران اليوم تزرع لنا ملايين الألغام، والمملكة العربية السعودية تسخر جزء من إمكانياتها و أدواتها وبرامجها ومالها لنزع هذه الألغام. بريطانيا والأمم المتحدة ليست جادة في حسم الملف اليمني، ومن خلال المغالطة الدائمة لتصريحات المبعوث الأممي والموظفين الأمميين بأن هناك تحقق أن الأمم المتحدة تحقق تقدم فيما يخص اتفاق الحديدة واتفاق ستوكهولم، مع أن الواقع كما قلت وكما قال كما يشاهد الجميع بأنه لا يوجد أي تحقيق أو أي تقدم في هذا الملف، وإنما شرعنة لتواجد ميليشيا الحوثي، ونخشى أن يتم التراخي من قبل الحكومة الشرعية في هذا الملف، ويتم شرعنة وجود هذه الميليشيا من خلال اتفاقات جانبية أو الحديث عن خطة جديدة تشرعن تواجد الميليشيا الحوثية، ويتم استنساخ هذه التجربة في مناطق أخرى. الخوف هنا أخي عبد الولي. لذلك لابد من قطع هذا الدور المشبوه للأمم المتحدة، وتكون القوات الحكومة الشرعية الصريحة مع المبعوث الدولي
إما أن تحددوا من هو المعرقل لاتفاق طيب. ستوكهولم على موضوع المبعوث الأممي، هذا ثالث مبعوث. سؤال لك شيخ عصاب، ثالث مبعوث، هل تغيرت السياسة الأممية تجاه اليمن؟ دائما اشتكوا أنه هذا لازلت معي شيخ عصام، نعود الاتصال فيه. إذا سؤال لك إبراهيم، هل المشكلة في المبعوث؟ إحنا يعني الثالث مبعوث جمال بن عمر، تلاه إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ثم مارتن غريفيث، اثنين مسلمين وعرب، والثالث بريطاني. ما الذي تغير؟ كما لم يتغير شيء، هي سياسة دولية تتعامل مع الملف اليمني. جمال بن يعني عمر، ما في الأخير حيقولوا لك أنت تريد يعني جمال بن عمر رعى بالفشل على الانقلاب الأول من خلال تخدير المكونات السياسية في الداخل اليمني، وظل يصرح بأن اليمن على مقربة من تحقيق معجزة في الحوار بعد ما بعد الحوار الوطني وتحقيق وتوقيع اتفاق السلم والشراكة، ودخلنا بعدها في حرق السلم الشراكة، هو الذي أعطى شرعية للحوثيين، وهو أول انقلاب، أول انقلاب على الشرعية على المبادرة الخليجية وعلى الشعب اليمني ككل. نعم. ومثل لهم ورقة أو صك باعتراف أممي يمنحهم الحق في قتل اليمنيين والسيطرة على مناصب والمناصب العليا في الدولة. نعم. أيضا لذلك جاء بعده إسماعيل ولد الشيخ، كان لديه رؤى في حل الأزمة اليمنية بشكل موحد أو بمنظومة متكاملة، فشل لأن الميليشيا الحوثي والسياسة الأمم المتحدة لم ترد هذا الشيء. المبعوث الأممي الجديد مارتن غريفيث مرت على تعيينه عام خلال نهاية فبراير الماضي، لم يكن حقق أي نجاح في هذا المجال، وضغط على الحكومة وعلى التحالف بأن تذهب إلى اتفاق ستوكهولم خشية أن تأتي الذكرى الأولى لتعيينه، وهو لم يحقق أي حتى جلسة تفاوض أو انعقاد أي مشاورات برعايته. لذلك حرص كل الحرص على الضغط، لا يعني هم يحققون نجاحات لحسابهم الشخصية على حساب الشعب اليمني، على حساب أمننا، على حساب دولتنا، على حساب ملايين اليمنيين الجوعى، ويستثمرون أوجاع اليمنيين من خلال استمرار في دولهم. نعم. وبيع الوهم والكذب للشعب اليمني والحكومة والدولة التحالف. إذا عاد معنا الشيخ عصام شريم عضو مجلس الشورى، وكنا نتساءل يعني هل سيرمى في الأخير بالمسؤولية على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ويتم تغيير مبعوث أو تعيين مبعوث جديد كما حصل في نحن الآن جايلنا أو عاصرنا ثلاثة من المبعوثين، ما الذي حققوه للقضية اليمنية؟ شوف اليوم يعني اليوم نسمع على التصريحات يعني متناقضة تماما ما بين المبعوث الأممي بالأمس يقول أن هناك تقدم تم تحقيقه بين الأطراف اليمنية، في الوقت الذي يصرح راجح بادي كناطق رسمي على الحكومة ويتحدث أسكر زعير كأحد أعضاء الوفد المحاور عن الحكومة، ويتحدثوا عن عدم وجود أي جديد لديهم، وأنه يعني أنهم توقفوا عندما قدم الوفد الحكومي موافقة خطية حول موضوع إعادة الانتشار أو التمصمية بالمرحلة الأولى. نتفاجأ أن مارتن غريفيث يتحدث عن تقدم في المسار المرحلة الأولى، لا ندري مع من هذا التقدم، هل وافق الحوثيون على أن ينسحبوا، هل هناك لديه جديد، ما هو الجديد الذي لديه؟ يعني سوف يستمر مارتن غريفيث في ترحيل الفشل إلى أن يصل إلى مفترق طريق، إما أن يتحدث للعالم أن هناك فشل. يعني عندما تستمع إلى لويس جارد يتحدث في الحديدة وفي الغرفة المغلقة مع الجانب الحكومي بكلام، وعندما يذهب إلى صنعاء أو يذهب لتقديم إحاطة للمبعوث الأممي تجد هناك كلام آخر. هذه حالة التلاعب أو إضاعة الوقت كنا نستغربها قبل أن نعلم حكاية 18 مليون دولار، لكن لما علمنا حكاية 18 مليون دولار قلنا الجماعة تعلم أنت في أوروبا
مرتباتهم حتى وإن كانت عالية، لكن 50% منها تذهب للضريبة ومرتبات ليس بهذا الحد. لكن 18 مليون دولار ل 25 شخص ولا 50 شخص حتى، ولا يعني مبلغ مش صارف ولمدة 3 أشهر. القضية اليمنية قضية معقدة، لا يمكن أن تحسم بموضوع تغيير مبعوث أو غيره. نحن يعني إذا كان كما طرح ضيفك الكريم في الاستوديو أنه ممكن يتم اتفاقات جانبية أو ممكن يتم التنازل على حساب اليمنيين، اليمن مش حق أحد. من فوض التحالف العربي وترك في عاصفة الحزم منذ البداية لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن يكمل المشوار إلى آخره. الخطر ليس على اليمنيين لوحدهم، صحيح. الخطر على الجزيرة العربية. إذن اسمح لي أسأل، أسأل إبراهيم، يعني أمام هذا التساهل ربما نقول التواطؤ، لا أدري هل التسمية صحيحة، التقييم لك، هل نفهم أنه يتم تهيئة الملعب لانفصال الشمال عن الجنوب، أو كما يتحدث بعض المراقبين عن خطة لتسليم الشمال للحوثيين والجنوب لقوى أخرى؟ للأسف أخي عبد الولي، إذا ما تم إذا لم يتم الحسم العسكري وإنهاء الانقلاب فإنه لن يكون الانفصال والتمزق اليمن الشمال والجنوب فقط، سيكون هناك أكثر من طرف، سيكون هناك شمال مشتت وجنوب ومحترب بين فصائل مختلفة، وكذلك في المحافظات الشمالية حضرموت أيضا ستذهب إلى أنها تريد تعيش بأمن واستقرار وهي بعيدة عن هذه المنازعات كما يرى بعض ساستها. المهرة وسقطرة ترى هناك أطماع خارجية لبعض الدول الإقليمية والدولية تريد أن تنفرد بهذا المشروع بهذه الإقليم سقطرة والمهرة، ولذلك نحن أمام تحدي خطير كقوى يمنية وقوى سياسية يمنية. طرحت أنت في البداية أين هو المشروع الوطني العربي لمواجهة هذا التغول الإيراني الموجود في المنطقة؟ نريد أن نقول أنه أين مشروعنا الاستراتيجي كيمني، مشروعنا القومي؟ علينا أن نتناسى ونتجاوز كل خلافاتنا السياسية لمواجهة عدو واحد لم يفرق بين ناصري أو اشتراكي أو مؤتمري أو إصلاحي أو بعثي أو أي مواطن يمني، جعل الناس كلهم أمام بندقيته سواء، ووجه كل من يخالفه، وجه البندقية هذه أمام إلى كل من يخالفه، ونحن علينا أن نرتص سويا لكي نوجه بنادقنا كلنا ونتناسى كل خلافتنا لهذا المشروع التدميري وهذه الميليشيا والمسيرة الإجرامية. الشمال لن يكون شمالا مستقرا لا بيد الحوثي ولا بيد غيره إذا ما تم تحقيق أي انفصال في اليمن. هناك مطامع وهناك مشاريع وأجندات مطروحة بأن ينفصل الشمال لكن ليس لديها حاضنة شعبية أو لا تمتلك، لا يوجد بعض القوى السياسية التي منتفعة من هذه من وجود مثل هذه المشاريع، لكن السواد الأعضاء من اليمنيين أدركوا، حتى كان هناك رأي مؤيد للانفصال في الشارع الجنوبي، لكن بعد الحرب عندما ظهرت الخلافة السياسية الموجودة بين بعض القوى رأوا بأن الوحدة هي الأمان وهي التي يجب علينا أن نحافظ عليها كيمنيين. قد نختلف في شكل الوحدة الجديدة، أقاليم 5-4 هذا شيء، وأم نبقى في وحدة اندماجية، كلنا نناقش هذه المشاريع، ولكن علينا أولا أن نوجد هذه الدولة ونتخلص من هذه الميليشيا. حين نتخلص من هذه الميليشيا وحين نوجد نستعيد دولتنا كيمنيين بدون هذه الميليشيا الإيرانية، وحدها فقط وحدهم فقط اليمنيون من يستطيع أن يقرروا ماذا سيكون مصيرهم ومصير بلادهم مستقبلا في ظل البنية الراهنة للأمم المتحدة و سياسة المبعوثين الذين يرسلون إلى اليمن. أنا أكرر دائما لا يمكن تغير الواقع أو الركود الذي وصلت، حالة الانسداد الذي وصلت إليه العملية السياسية لا يمكن أن يتم تحريكها إلا عبر القوى العسكرية، لأن القوى العسكرية هي أهم أدوات أو أحد أهم أدوات العمل السياسي وأحد أهم أدوات التفاوض، لأنه عندما تتحرك البندقية والمدفع يستطيع الدبلوماسي والمفاوض والمحاور أن يملي شروطه على الطاولة. دائما العملية تكاملية، لا يستطيع أن ينحصر
الدبلوماسي مهما كانت حنكته أو المفاوض ما لم يمتلك أدوات قوة قاهرة في الميدان لديها غلبة، وكذلك والعكس بالعكس أيضا العسكري المجتهد والمناضل في الميدان مهما كانت قوته وقدرته على كسب الميدان إذا لم يكن لديه رديف سياسي لديه قدرة على التفاوض وطرح وتوضيح قضيته ورؤيته سيخسر. لنتراجع للخلف قليلا، عندما كان الهجوم في مفاوضات الكويت وكانت تحت أيديهم يعني رقعة جغرافية واسعة، كانوا يأتون إلى المفاوضات بحالة من العجرفة والعنجهية، وما أن بدأت تتساقط المحافظات من تحت أيديهم تباعا حتى ذهبوا إلى عمان، وأصبح محمد عبد السلام ساكن في الخارج من دولة إلى دولة وفي أوروبا، والآن جالسين يلفوا بالعواصم الأوروبية. ولعلمك أخي عبد الولي هناك تفاوض الآن يتم بين أوروبا وبين إيران علانية على القضية اليمنية، يعني الآن أوروبا تتفاوض مع إيران حول تعديلات حول مواقفها في إطار الصراع اليمني وكمقايضة مع إيران. يعني تخيل أنا الملف اليمني ولا يخجل القادة الأوروبيين هنا في أوروبا بالتصريح بهذا الشيء أنهم يتفاوضون مع إيران حول القضية اليمنية، وعندما سئل الإيرانيون كيف تتفاوضون مع الأوروبيين حول القضية اليمنية قالوا أن هنا أننا نتفاوض مع أوروبا بناء على طلب من الدولة اليمنية بين قوسين اللي دولة عبد الملك الحوثي وجماعته. يعني نحن أمام مشهد بحاجة أيضا يجب أن نوجه نداء للقيادة السياسية والوزارة الخارجية اليمنية عبر قناتكم أنه هناك يعني ضعف، لنقول أن هناك ضعف علشان ما يزعلوش مننا، هناك يعني بعض الضعف أو الخلل في بعض البعثات الدبلوماسية بالذات في أوروبا. يجب أن يتم التعرف على أعلى مستويات التواصل مع القيادات الأوروبية مع الأحزاب مع منظمات المجتمع المدني في الدول الأوروبية المهتمة بحقوق الإنسان وبالجانب الإنساني. الناس مشكلتنا الآن الحوثيين يدورون المدن، لديهم فايلات بالصور وما يسمونه الجرائم البشعة التي ارتكبت الحلف العربي. يعني لا يجب أن نظل معتمدين فقط على العادل الجبير والحركة المفقودية للدبلوماسية السعودية فقط أو على الإخوة في الإمارات وحركتهم الدبلوماسية. يجب أن نتعرف نحن أصحاب القضية، يجب أن نعرف عاداتنا الدبلوماسية ونشرح للناس. تظل هي قضية اليمنيين، وعليهم أن يعملوا بإخلاص من أجلها. أشكرك جزيل الشكر شيخ عصام شريم عضو مجلس الشورى، انتهى وقت البرنامج، كنت معي من السويد عبر سكايب، أشكرك على كل الإيضاحات الضافية التي قدمتها. أتوجه بالشكر أيضا للزميل إبراهيم مجاهد رئيس تحرير أخبار اليوم اليمنية على تشرفك لي في الاستوديو وكل الإيضاحات التي قدمتها في حلقة اليوم. شكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. ألقاكم في حلقات قادمة، إلى اللقاء.